متى ترجع لنا يا أمس وتمسح دمعنا بالخمس عسى نفرح معك اليوم ونرمي الحزن خلف الشمس متى ترجع لنا يا أمس وتمسح دمعنا بالخمس عسى نفرح معك اليوم ونرمي الحزن خلف الشمس وخلف الشمس كم قصة تمثلها مع الغصة ندور فيها عن حصة من الفرحة وعن فرصة وخلف الشمس كم قصة تمثلها مع الغصة ندور فيها عن حصة من الفرحة وعن صوما مقبولا وإفطارا شهيا. كمال لازم يستسلم، بعدين انت ما في موت، انت فقط يبقى عسير، وبعدين انا يتعامل معك بإنسانية كما تعاملتم معنا بإنسانية. انت اخر واحد يتكلم عن الإنسانية، انا وثقت فيك، تعاملت معك بأخلاق، لكن أنت تعاملت معنا بالغدر والخيانة لأنك جبان. لكن أنا حلفت يمين والله إنك حفرت قبرك بيدك، والله لا تندم على كل قطرة دم سالت في الجزيرة هذه. خليك حذر يا ناصر، ويانا يا أنت يا كاجو اليوم. كمال جاهزين يا شباب؟ جاهزي مآفئ، لا تبكش معاهن، أنا خايفة عليك يا مآفئ. شو هي؟ ذا واجبي، وأنا أعلم، أعلمني مسألة حياة أو موت، لكن مش أعمل. اسمعي، أنا شابوك واحتمال مش أرجعش، انتبهن على نفسك سامحينا. مآفئ، أنا مسامحك من قلبي يا مآفئ، وأني والله ندعيلك ودعيلكم كلكم والله، وإن شاء الله ربي ينصركم على ذا الظالم ذا كاجو، وترجعون سالمين غالمين. قولوا آمين. آمين يا الله. مآفئ أنا جاهز. لا إله إلا الله يا مآفئ. أروى، حبيت أقول لك مع السلامة. لقت اللحظة اللي بان فيها معدن الرجال، وقال الوقت اللي رد فيه معروف
الناس اللي وقفوا معنا. أيوة سامحونا رغم كل اللي سوينا فيه. اسمعوا الرجال ما تبان إلا وقت الشدائد. فالله الله يا رجال. إحنا راجعين معاكم. يلا يلا. وأنا برضو جاي معكم. تعال يلا. يلا يلا تأخرنا يلا 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 شباب يلا يلا. أبو موسى أنت المفروض تجلس عندهم. خواتك وبناتك من شي يهميهم. طيب ان شاء الله ان شاء الله. انتظروا لي يا شباب. الله معك يا مآفة. ربنا معاكم. استودعتكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. ربنا ينصركم. انا ما بشوفش كمال وحمدي والشباب يموتوا واجلس اتفرج فلتيني. والله ما تدي خطوه. كنان انا في روح معاهم يوقف كاجو عن اجرام. لا لا يا بابا لا يا بابا خليك هنا معانا. كابتن كاجو لازم ينزل يحاصر كل مسافرين. لازم يتخلص من كل مسافرين كلهم. لا لا سياس انت لازم يتعلم صبر. كمال والرهائن بعد قليل سيصبحون في حالة سيئة. سينزفون دم وبعدين احنا يستغل الفرصة ويقتلهم. كاجو أسياس فكروا بعقل. الوقت مش لصالحنا. هذا التأخير غلط. أصحابهم بيقلقوا عليهم وجوا لهنا. حلوة أحسن يوفروا علينا مشوار وسنتخلص منهم جميعا قبل وصولهم. بعدين أنتوا لا ينسى نحن في مكان استراتيجي نشوف كل حاجة. يعني كمال والرهائن أصبحوا في ورطة وفي كمين كبير. أنا كاجو أمير البحار وقاهر الأمواج. ناصر شوفهم في مكانهم ولا في تحركات عندك؟ لا والله نعدهم مكانهم يا ابوي. كاجو مراهن على الوقت وبسبب جراحنا طبيعي مع الوقت بنضعف. انا عارف انه مراهن على الوقت لكن هو مش عارف ان بعزيمتنا بنهد الجبل على راسه. مقبل 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 كمال تلفون بجيبي في بوارقام البيت. اتصل بهم واقول لهم ما تغادر. لا يا صاحبي اتماسك. ان شاء الله بنخرج سوا من هذه الجزيره. ان شاء الله بنخرج وانت حي. مقبل حتى هنا حتى معشته مش موجود. فين بيروح؟ روبل يا روبل روبل. اكيد اكيد لحقهم اكيد لحقهم. يعني بصير في مكان ثاني؟ هي مكان ثاني. أكيد روبل راح معاهم أكيد. اسمعوا أنا ما بقيت هنا. أنا بلحقهم. أنا غلطانة من البداية أصلاً اللي ما لحقتهمش. أين عسيري يا جنان؟ جنان وه جنان الله يهب لكم جنان في أبايك. جنان جنان مقبل أخي مقبل 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 سمحت. لا مقبل مقبل لا. الله يلعنك يا كاجو الكلب. كمال فين بتروح؟
انا بلتف على كاجو، ما بنجلس شاكذا وانا بنشوف اصحابي بيموتوا على واحد واحد. ايش انت مجنون؟ المكان كله مكشوف. يا اخي خليني اموت، اموت ولا اجلس شاكذا عاجز. كمان راح نبانجي معك. لا حد يجي معي، خلكم هنا وانت ابو الحمدي، حتى لو مت ما حد يقرب ناحيتي. تمام. الله معك يا صاحبي، الله معك، الله يرحمك يا مقبل. كمال، وقت انتظار انتهى، يعني خلصت مسرحية وسينزل ستار بعدين كله يموت. لكن أعدك أن كاجو سيحكي لأجيال قاتمة عن بطل حاول يتخلص من كاجو لكنه فشل. أحبابي بعدي. كاجو وإسياس ولدي غيرهم وقحهم. إيش؟ الجماعة شكلهم نازلين، ها؟ جهزوا رفوسكم رجال، خليك هناك يا كريم. آمين. الله يرحمك يا صاحبي. من اللي قتل؟ من اللي قتل شمسان؟ كلنا من اللي قتل شمسان؟ قلت له هذا القرد، هذا نزيه. نزيه؟ نصاب ومسارك، يمين بالله ما يمشي. فين هن؟ فين هن؟ كاجو واصحابه فوق التبه، واصحابنا كمال وحمدي تحت التبه. طيب يا شباب انتوا ايش مساهنين؟ يلا نروح عندهم. لا 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 لا، صبري انت، خليك حمايه مع الدكتور. نحن ما نتقدم، اول ما تسمعوا الحنا اشتبكنا ادخلوا الحمدي وكمال. يا جماعه احنا نجلس وانتم توكلوا والله معكم، واذا سمعنا اشتباكات احنا نروح لعند حمدي وكمال. يلا يلا. في نزيه؟ لو سمحت طابور. أسياسي. كاجو. تأكد، شوف شوف شوف. شوف. أنا يشوف، أنا يشوف. أنا يشوف كمال. يبدو أن كمال مستعجل على موت. أنا كاجو لازم يشوف غضب كاجو. أيوة. كاجو. وريها العين الحمراء. أنا يوريك كل العيون. كاجو، يبدو أن مسافرين أتوا من هذه الجهة. كاجو، كمال جاي من هنا، وأصحاب الجو من هنا، يعني إحنا الآن في طرفي كماشة. يجب أن نعود إلى التبة. هيا. لا 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 لا. لا اسمع، كاجو أسياس، أنت كاجو ارجع لك تبة. وأنا وأسياس نروح ونلفهم وراهم. أوه نزيه، أنت مخ
إجرام. يلا روح. ما تخش هذه الشهادة أعتزمها. يلا روح. كمال. يا أبوي راح كاجو يرجع مكانه بدون أسياس ونديه. إيش؟ شكلهم يخططوا الكمين ها؟ أنا جاي أسير أبلغ كمال. لا 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 رعني بروح أنا. وأنا بروح معكم. لا لا. أروح. كريم خليك مع حمدي ورعني بروح أنا به كمال. الله معك يا ناصر. نظيف لازم تفهم ساعات زمن فقط انا يقضي على كل مسافرين وبعدين انا انت العب دولارات ايش العب ايش هو قصدك تصرف منه من حق ابوك هي من الشنطه حقي بعد ما تنساش يا اسياس انني اتيت رازي معاكم بعدين نسيه احنا اصحاب اخوه ما في بيننا حساب كما يقولوا عندكم ما في بين خيرين حساب نسيه لا يا حبيبي هذا كل زمان يقولوا هكذا الان يقولوا كلوا وتحاربوا على الحق تحاسبوا نسي وصلوا يلا اتخبط يا الله يا الله لا تقتلونش نزي أورنا بس أورنا بس إحنا نحتاجه نبيس كل عنده عشان خلج جم قديم وام جديد أنت بيو كما إسياس هذا إنسان محترف قنص مالك يا عبد القناص شوف دعاك بوري لك كم بطير راسه الله طلع قناص من الكلب اسمع أنتوا يا تعالوا كلكم جنبي وانا بنزله انزله مصاب ولا ميت نزلنا مشوي اقول لك حربوا حربوا اختيرتك رقدت نزيه يبدو أن كمال وكاغو في اشتباك في على التباه ما تخافش أساس كاجو في مكان سيطرة وفي على التباه يعني مسيطر على كل شيء لا تقلقش كمال أكشن أنا كاجو أمير البهار وقاهر الأمواج كاجو استسلم كاجو لا يستسلم كمال خلص اسمع صوت طلق رصاص شكله كمان اشتبك مع كاجو ها وكمان هناك سمعت الرصاص ولا لا الله يستر بس الله يستر ايه
نزيه انت لازم يفهم انا في غير اتجاه. لا 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 يا اسياس لا، احنا لازم نعمل حاجه ثانيه. ايش يا مال نزيه؟ احنا عاملين. اسمع هؤلاء اصحابي وانا عارف بهم اكثر منك. بعفا بعفا ما جاء، تعال انت رجال تعال، شي تاخذ فلوسك، فلوسك اللي سرقتها منك يا هبل، تعال اطلع انت رجال. انا رجال غصبا عنك وش اطلع. تعال تعال اهدى اهدى يا معفا، كل اللي حاول يستفزك. امين انا اللي قتلت زوجتك.